بغيتو تعرفوا شنو كنزهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غنبداو من عندك يا برج الجوزاء اللي مهنيا كيشير القدر المكتمل في برج الدلو الى مفاجاه سعيده وهديه والى خبر جيد غتلقاه. عاطفيا كتخطط للقضاء ومسيه رومانسيه برفقه الحبيب، غادي تقوي العلاقه بيناتكم وتاجج المشاعر المسيحيه الفتره الصباحيه اللي كتخصصها لممارسه الرياضه، غادي تكون مناسبه ومفيده على المدى المنظور. برج الثور مهنيا الخسوف مع القمر المكتمل قد يولد نزاعا في حياتك المهنيه. عاطفيا يعجبك شخص ما وتبدو المستحيل لتنال رضاه فتحاول ان راي مشاعرها، صحيح لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرض صحتك للخطر. ما برج الحمل فمهنيا الخسوف الحاصل في برج الجدي قد يعني فراقا او رحيلا او مشكله طارئه عاطفيه، قد تعيش مشاكسه ما او تعالج خطا مفاجئ وتواجه بعض الاخبار المربكه عاطفيا. صحيح تستعين بخبرة أحد المقربين منك في كيفية القيام بالتمارين الرياضية. ما برج الأسد في مهني القمر المكتمل في برج الدلو يثير حساسية معينة مع الزملاء. عاطفيا افتح باب الحوار مع الشريك فقد يصلح لقاء بسيط مشكلات قديمة وعريقة بينكما. صحيح استعين بمجلة أو بمنشورات علمية متخصصة بالصحة وتطبيق إرشاداتها. برج السرطان مهني القمر المكتمل في برج الدلو يلقي الضوء على بعض الحاجات المادية والكمالية. عاطفيا تشعر أن الأمور تحت سيطرتك اليوم وتكون حاسس من تجاه بعض المواقف، صحيح سيطر على انفعالاتك أمام أفراد الجميع ألا يكفيك ما تعانيه يوميا في العمل. برج الميزان مهني القمر المكتمل في برج الدلو يبشر بانفراج أو بامتيازات تحصل عليها. عاطفيا إذا اتخذت قرارا مؤلما تكتشف أن حياتك ستصبح أفضل، صحيح بين أن تتقاعس عن ممارسة الرياضة والاكتفاء بالأكل والنوم. أما برج عذراء فمهني القمر المكتمل في برج الدلو يتزامن مع خسوف يفرض عليك التأني والانتباه إلى وضعك المهني. أما عاطفيا لن تنفعك المواقف الصارمة والمتشددة مع الحبيب، صحيح مارس الركض الخفيف صباحا واتبعه ببعض حركات الليونة قبل التوجه إلى العمل. برج الجدي مهني الخسوف مع القمر المكتمل يسلط الضوء على بعض التغييرات في المجال المالي كما العائلي. أما عاطفيا يمكنك أن تحلم بما تريد على الصعيد العاطفي، تتلقى الدعوات كما كلمات الإعجاب، صحيح انتبه إلى ظروفك الصحية ولا تهمل أي إشارة، تحاشى الانفعالات فهي تسبب ضررا للقلب. برج القوس مهني القمر المكتمل في برج الدلو مع الخسوف لا يؤثر سلبا عليك بل يجعلك أكثر حماسة. عاطفيا تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تجاوب الحبيب مع مشاعرك، صحيح حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع وفر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك. برج عقرب مهني القمر المكتمل في برج الدلو يتحدث عن تغيير كبير يحصل في مجال عملك. أما عاطفيا الحب ما زال في دارك وأنت تعيش سعادة كاملة مع الشريك، صحيح فكر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على صحتك ورشاقتك. أما برج الحوت فمهنيا القمر المكتمل في الدلو يدعوك للتكيف مع بعض العادات والأساليب بل المستحدثة والتقنيات المهمة. أما عاطفيا تسير الأمور بشكل جيد هذا اليوم، مفسحة في المجال لتعزيز الروابط وتمتين الأسس. أما صحيح تكون قلقا ومضطربا بانتظار نتائج فحص الدم الذي طلبها منك الطبيب. الرخص مع برج الدلو المهني القمر المكتمل مع الخسوف في برجك يفرض بعض المحظورات والممنوعات، لكن تطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنى وجهة نظر جديدة. عاطفيا كثرة طلبات الشريك تدفعك إلى رفض هذا الواقع، وخصوصا أن الأمور بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه، صحيح حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن لتكون الختيمة سعيدة ومفيدة. صحيا إلى هنا كتاي أبراجنا هاديوم، غادي نودكم حتى تلقوا مع أبراج غدا، تبقى على خير.